برضو من الماتشات اللي ناس كتير قوي استمتعت بمتابعتها ماتش البرازيل وكوريا الجنوبية والكفاح والصمود حتى آخر لحظة من طرف كوريا الجنوبية. ولكن في نهاية المطاف انت بتتكلم على التاتشات البرازيلية اللي بمنتهى البساطة والأريحية تلاقي نفسك بتجيب الكورة من الجول. ماتش حلو قوي، الجوال حلوة بشكل فظيع. شفت الماتش ده ازاي وتقييمك ايه بص لو اتكلمنا عن المنتخب البرازيلي والهزيمه اللي هي الاخيره اللي هي من المنتخب الكاميروني، بص يعني احنا ماشيين مباراه في المونديال. يعني دور المجموعات بيبقى ليه حسابات مختلفه تماما عن الادوار الاقصائيه، سواء الدور ال 16 او حتى ربع النهائي. فاعتقد ان البرازيل قادره ان هي ترجع في اي وقت. البرازيل معاها فرقتين على مستوى عالي جدا، يعني لو بصيت كمان يا كريم على الدكه بره او على اللعيبه اللي جوه، بتقول فرقتين طبعا. هتلاقي اللي بره زي اللي جوه، وكمان في عناصر مميزه بره. يعني تخيل ان لما يكون عندك بره على الدكه داني الفيش، وفي عناصر مميزه جدا طبعًا. كمان في المنتخب البرازيلي تشيرسيسون كمان المهاجم الكبير جدا اللي عامل كمان طفره كبيره جدا في كاس العالم قطر 2022. فالحقيقه البرازيل لا، منتخب قوي، منتخب شرس جدا. اعتقد من سوء حظ المنتخب الكوري ان هو اصطدم بالمنتخب البرازيلي في دور ال 16. اعتقد ان كوريا لو كانت قابلت اي منتخب غير المنتخب البرازيلي كنا ممكن نلاقي المواجهه 50-50، ولكن البرازيل قدر ان هو يحسم المباراه تقريبا مبكرا. نيمار كمان مؤثر جدا مع المنتخب البرازيلي. كان في تصريح شهير بالنسبه للمدير الفني للمنتخب السويسري حتى والمنتخب الكوري ان هو يتمنى ان هو ما يشوفش نيمار بيلعب كره قدم. مش عايز اشوفه. صحيح يا كريم، صحيح. ولكن شفنا زي ما قلت لك نيمار متألق بشكل كبير طبعًا وبيصنع طبعًا الفارق في اي وقت. طيب يعني هل بتتفق ان المونديال ده فعلا مونديال المفاجآت الى حد ما، ولا الموضوع على فكره متوقع وعادي دور المجموعات ده كان طبيعي ان ما يبقاش الفرق او المنتخبات الثقيله بتلعب بشكل كبير او يعني مستقتله، فده طبيعي يعني؟ لا بصي، هو انا زي ما قلت لكريم ان الدور الاول بيختلف تماما عن الادوار الاقصائيه سواء دور ال 16 او دور ال 8. حاجات شفناها منتخبات عدت ومنتخبات راحت غير روسيا، غير قبل كده المونديال ده ديفرنت او مختلف شويه. بصي انا هوند المفاجاه بالنسبه لي انا شخصيا كناقد رياضي او صحفي، وبالنسبه لكم انتوا اكيد وبالنسبه للساده المشاهدين، هو عدم وجود المنتخب الايطالي تحديدا طبعًا في هذا المونديال. طبعًا المنتخب الايطالي جه وقت عليه يا كريم كان البعض بيتكلم وبيتحدث ان هو منتخب دفاعي بحت. كنا بنتكلم من شويه مع الدكتور محمد على باجي وزمن ده. طبعا 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 والبيير والعناصر المميزه دي، فهي مفاجاه ان المنتخب الايطالي مش موجود، وحتى المنتخب السويدي اللي ليه برضه باع كبير في كاس العالم. ولكن شفنا النسخه دي الحقيقه شفنا مفاجات كبيره زي ما حضرتك بتتكلمي. شفنا السعوديه بتكسب الارجنتين. صحيح. فعشان كده عشان كده كريم بقول لك ان الموضوع في البدايات بيختلف تماما. المنتخبات الكبيره بتقدر ان هي تعود بتاخد اللي هي عايزاه من دور المجموعات اللي احنا اتكلمنا فيه، بيلعبوا بهدوء وبيلعبوا بهدوء بالظبط. شفنا الارجنتين بعد كده حاجه تانية، يعني قدرت ان هي قدرت ان هي تصعد. شفنا البرازيل بيخسر من الكاميرون، قدر ان هو يصعد. شفنا فرنسا بتخسر كمان من المنتخب التونسي وقدر ان هو يصعد. فزي ما بقول لك فرنسا كمان كان بتلعب قدام المنتخب التونسي بالصف الثالث وبالصف الرابع يا كريم. فرنسا منتخب شرس جدا هنتكلم عليه. ولكن زي ما انت قلت يا نهاوند ان لا، هو فعلا نسخه استثنائيه، نسخه المفاجات في الدور الاول. ولكن لو جينا اتكلمنا عن الادوار الاقصائيه، لا، المنتخبات اللي صعدت هو ده الطبيعي. بالزبط. هو ده الطبيعي اللي احنا نشوفهم ان هم يصعدوا يعني.